آلام سكرات الموت. توهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك، فتوهم نفسك في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته وغمه وقلقه، وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك، فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك، ثم تدارك الجذب واستحث النزع، وجذبت الروح من جميع بدنك فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك، حتى إذا بلغ منك الكرب منتهى وعمت آلام الموت جميع جسمك وقلبك وجل محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل بالغضب أو الرضا، وقد علمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك. قبض روحك، فبين أنت في كربك وغمومك وألم الموت بسكراته وشدة حزنك لارتقابك إحدى البشريين من ربك، إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها، ونظرت إليه مادا يده إلى قلبك ليخرج روحك من بدنك، فذلت نفسك لما عاينت ذلك وعاينت وجه ملك الموت، وتعلق قلبك بماذا يفجأك من البشرى منه، انقطاعك عن الدنيا. إذا سمعت صوته بنغمته أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه، أو أبشر يا عدو الله بغضبه وعقابه، فتستيقن حينئذ بنجاحك وفوزك، ويستقر الأمر في قلبك فتطمئن إلى الله نفسك، أو تستيقن بعطبك وهلاكك ويحل الإياس قلبك، وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك، فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور قلبك، حين انقضت من الدنيا مدتك وانقطع منها أثرك، وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك. هول مطلع القبر. فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا أو ملئ حزنا وعبره، وبفترة القبر وهول مطلعه وروعة الملكين وسؤالهما فيه عن إيمانك بربك، فمثبت من الله جل ثناؤه بالقول الثابت، أو متحير شاك مخذول. رؤية الملكين. فتوهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤلهما إياك ليوقفاك على مساءلتهما، فتوهم جلستك في ضيق لحدك وقد سقطت أكفانك على حقويك والقطنة من عينيك عند قدميك، فتوهم ذلك ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم أجسامهما، فإن رأيتهما بحسن الصورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة، وإن رأيتهما بقبح الصورة أيقن قلبك بالهلاك والعطب. فتوهم أصواتهما وكلامهما بنغماتهما وسؤالهما، ثم هو تثبيت الله إياك إن ثبتك، أو تحييره إن خذلك، جوابك باليقين وما نتج عنه. فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير أو بالتلديد والشك، فتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور، وضربهما بأرجلهما جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار بضعفك، ثم توهم وهي تتأجج بحريقها وإقبالهما عليك بالقول، وأنت تنظر إلى ما صرف الله عنك، ف
فيزداد لذلك قلبك سرورا وفرحا، وتوقن بسلامتك من النار بضعفك. رؤيتك مقامك في الجنة، ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك، وانفراجه عن الجنة بزينتها ونعيمها، وقولهما لك: يا عبد الله، انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك وهذا مصيرك. فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها، وعلمك أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها. معاينتك النار، وإن تكن الأخرى، فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك ومن معاينتك الجنة، وقولهما لك: انظر إلى ما حرمك الله عز وجل، ومعاينتك النار، وقولهما لك: انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك ومصيرك. فأعظم بهذا خطرا، وأعظم به عليك في الدنيا غما وحزنا، حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك، ثم الفناء والبلاء بعد ذلك، حتى تنقطع الأوصال، فتفنى عظامك ويبلى بدنك، ولا يبلى الحزن أو الفرح من روحك، متوقعا روحك، متطلعا للقيام عند النشور إلى غضب الله عز وجل وعقابه، أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه. وأنت مع توقع ذلك معروضة روحك على منزلك من الجنة أو مأواك من النار، فيا حسرات روحك وغمومها، ويا غبطتها وسرورها. فناء الكون من الخلائق، حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء، فصاروا خامدين بعد حركاتهم، فلا حس يسمع ولا شخص يرى، وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله. ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك، للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم، الصيحة. فتوهم كيف وقوع الصوت في مسمعك وعقلك، وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى، فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء، لأنها صيحة واحدة للعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. خروج الأشهاد، فبين أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك، وثبت مغبرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك، قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء، وثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة، وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم. حالك وحال الخلائق، فتوهم نفسك بعريك ومذلتك، وانفرادك بخوفك وأحزانك، وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة، فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي، والخلائق مقبلون نحوه، وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساع بالخشوع والذلة، حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة، قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار، فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا، بعد عدوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه.